كيف يقول لك مش كيف كاهن، يقول لك مش كاهن. لا لا، كيف يفرق الإنسان البسيط بين أنه كاهن وبين أنه عراف وبين أنه لا وبين أنه منجم؟ ما كلاهما يؤدي إلى نقطة واحدة، أيوة. أنني سأنبئك بغيبيات سواء ماضي أو مستقبل. أنا ما مش مطلوب مني إن أنا أعلق على بيتي إن أنا بشتغل بالنجوم، وبتاع الكهانة أقول ده أنا كاهن، وبتاع الكوتشينة أقول ده بتاع كوتشينة. وهو في الأول وفي الآخر نرجع لمين؟ نرجع للدين. ما كان في الدين أخذ به، ولم يكن في الدين رد إلى صاحبه.